اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، المدير الفني الذي تاهل مع فريق كره اليد لنادي الاهلي الى كاس العالم للانديه في التي ستقام في المملكه العربيه السعوديه سوبر جلوب، مستر دانيال جوردو. ازيك يا مستر دانيال؟ سعداء جدا بوجودك معانا هنا طبعا في قناه الاهلي. أنا سعيد للغاية أن أكون معكم وشكرا لدعوتي اليوم، وهو من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم في هذه أو هذا المكان الرائع. سعداء جدا بوجودك معنا، وسعداء جدا أن أنت لابس التيشيرت ده تحديدا النهاردة، لأن التيشيرت ده غالي جدا على قلوب كل الأهلاوية. نعم، أنا كان علي أن أختار هذا التيشيرت الجيد. لم يكن معي الكثير من الملابس هنا، ولكني اخترت الاختيار الصحيح لأن أكون معكم اليوم كابتن. أشكرك شكرا جزيلا.